ترارا وعندي هنية واسم صفية ضرب الدنيا الدنيا اللي يبغى يربح العام طويل. شكرا على حسن استماعكم. هنية هي من كلمة ألحن أنور مقدور، هو الكاتب والملحن ديال عقلي فقد عقله، هذه ثاني مرة كنت تعاون معاه، وأول مرة كنت تعاون مع أشرف بن صفية على مستوى توزيع، هو اللي وزع القطعة، نفذناها في استوديو المهدي محشور، والميكس كان لهاني الغيام. دائما كنت عامل مع، طبعا هذه تقريبا واحد 7 سنين هو كيميكسي لي في الصوت ديالي. والميكس تنفذ في استوديو شمال ارت في تطوان. بالنسبه للاخراج كان عبد العلي توفيق اللي تعاملت معه في عقلي فقط عقله، بالاضافه لليكيب ديالو كامله، ايوب وحاتم وعبد الرحمن وحماده، هادو كاملين كانوا يد واحده في الكليب. وكيف ما شفتوا جيت في دور الأستاذ المشاغب، ولكن هذاك الأستاذ اللي كيبغي الخير للأطفال وكيبغي يبينهم في صورة مزيانة، كنضويو في الكليب على المواهب وعلى ماشي ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن هما ذوي القدرات الخاصة. فهذه هي الفكرة اللي كانت ديالها. أنا ما بغيتش يكون التنفيذ ديال الأغنية، يعني التنفيذ ديال الصورة هو الترجمة ديال الكلام او ترجمه ديال الاغنيه بصفه عامه. انا دائما كانت عندي فكره اني هذوك الاطفال ديال اللي كنقولوا عليهم ذوي، انا اللي كنسمي عليهم ذوي الطاقات الخاصه، كنت باغي نعمل كليب كامل معاهم. لكن انا وصديق ديالي ايهاب الغيبه، هو كيكون معايا مدير فني في الكليبات، ارتأى ان هذه المره نضيفوا هذيك الفكره ولكن تكون واحد تاتش، يعني يكون واحد الميساج للناس ان الاطفال اللي كيعانيوا مثلا من التثلث الصبغي خصو يكونوا عادي مدمجين في المجتمع مع الاطفال العاديين. فهي كانت فكره ديالي طورها ايهاب، وفي التالي تنفذت في هذيك الطريقه كيف ما جات في الكليب. انا ما فكرتش صراحه، وكنت كنفتش دائما على الكلمه النقيه اللي يفهمها الكبير ويفهمها الصغير. كيف ما قلت الانتقادات كانت، وانا دائما كنعتبر ان الانتقادات هي اضافه، لان الانسان اللي ما لا كتنتقده ولا كتشكره بالنسبه لي انا كيكون غير موجود. الا اني انا متاكد ان الكلام كان فكره جديده انه يتوظف في اغنيه، لكن الناس ما عمر سمعته في اغنيه، كنقولوها في الدارجه ديالنا عادي، كنستعملوها في الدارجه، لان شي حد زعم قبل مني يوظفه كنت انا السباق. يعني هذه هي كانت هي الى بغينا نقولوا تحدي، والتحدي الاكبر كان عندي. وسمعوها الناس، كاين اللي فهم الميساج من الاول مره، كاين اللي خدا وقت عاد فهم الميساج ديال الاغنيه. إلا كانت كاملة باللغة العربية وما فيهاش المفاجأة ما غنعملهاش، لأن كنبغي هذيك العنصر المفاجأة في الأغنية. ماشي أغنية كاملة مفاجأة، لأن ما بقاتش أغنية مفاجأة، راه كاين أنماط كثيرة كاينة في الساحة الفنية. فكنبغي نقدر نعاود التجربة باللغة العربية، غيكون عندها واحد العنصر جديد فيها، عنصر تجديد، إن شاء الله نعاود التجربة على شي. انا بالنسبه لي دائما كنجتهد. الا قلت مظلوم، بزاف الناس كيستعملوا هذه المفرده. انا كنعتبر ان هي عقلي فقد عقله كانت خطوه جديده، الترويج ديالها كان بطريقه اكبر، ولكن الا بغينا نقولوا مساعده مجموعه اشخاص. في البدايه احنا بدينا كنشتغل من 2010 انا ونسرين ياحي اللي هي المديرة الاعمال ديالي، عندنا استراتيجيات كنستعملوهم في كل عمل كينزل، لكن في عقلي فقد عقله كنقول ان هي محدوده، قطعه محدوده، لان بزاف الناس احتضنوها من البدايه، وكان اهمهم الاعلامي مومو كنوجه له تحيه، لان الا بغينا نقولوا في 24 ساعه احتضن الاغنيه، وكان لي للحظ ان الناس يتعرفوا عليها من خلاله، لانه هو كيحظى بشعبيه كبيره. ومن بعد يعني حسينا ان الاغنيه فيها معالم نجاح، واشتغلنا عليها بكثره وكثافه، والحمد لله اعطت نتيجه. كنقول وكنسميها غزاره الطموح،
لان في واحد الفتره كان الاعلام شويه بعيد علينا او احنا بعادين عليه او المسافه الجغرافيه هي اللي مبعدانا، لكن اصبح الاجتهاد، اصبح التجديد، اصبحت الاغنيه المعاصره او الشبابيه عندها يعني عندها مواليها، فمواليها حتى هما كاينين في الشمال واجتهدوا وتبروا والحمد لله كاين دابا موجودين في الساحه الفنيه. فهو غزر الطموح والاجتهاد كتوصل اي واحد، واخا يكون ساكن في المريخ غينجح الا كان عنده الطموح. كنفكر لان التفكير كياخذ منك وقت طويل والتنفيذ هو القرار اللي كنا كنهضروا عليه. عندي اعمال وكنشوف شنو المناسب، لان الناس عودوا عليا ان كنزل وما كنكونش العمل ديالي ما كيدوش مرور الكرام، فكنخاف نغلط في الاختيار. ان شاء الله يا المره او ثاني يكون تاو الاختيار موافق. غنيت هنيتون غنيت غير الناس، حيت عارف كاين بعض الناس اللي عايشينها هنيتون، مي انا لا، مي انا مستحيل نكون عايش هنيتون ولا شي فنان ولا شي واحد يعني خدام بضمير، بين قوسين خدام بضمير وباغي يوصل لهذاك الشيء اللي يوصلوا بواحد الشغف، مستحيل يكون عايش هنيتون. مي انا غنيت الناس، كنتمنى انهم يكونوا عايشين هنيتون وسما صافياتون وكاع ضاربين الدنيا بركلاتهم. شكرا لكم، شكرا لكل متتبعي اليوم 24، ان شاء الله نكونوا تكونوا هانيتون وديما تعيشوا حياتكم كيف ما بغيتوا. ان شاء الله نكونوا هذا اللقاء هذا عرفتوا علينا شي حاجه جداد وكنا خفاف وظرف عليكم. شكرا لكم كاملين.